يمشي هذا الطفل الغزاوي بين الخيام ويخيل له أنه في عرض أزياء، فالحرب لم تمحو من ذاكرته وميض الكاميرات التي استبدلت بوميض الصواريخ في السماء. يتوقف الموديل الفلسطيني محمد بكر الذي تبدد حلمه بالشهرة لالتقاط بعض الصور التي توثق فرقا شاسعا في مظهره، فلا مصففة للشعر ولا ثياب جديدة بألوان ملفتة. ولن ينتهي مشهد التصوير هذا بالتصفيق كما كان ينتهي قبل الحرب، فالتصفيق فقط لمن يحصل على رغيف خبز زائد، وصور الفلسطينيين باتت مع سلال المساعدات الأممية، فهي الآن نجمهم الوحيد. كان حلمي أني أطلع أكبر موديل وأكون مبسوط، يعني حياتي كانت عادية قبل الحرب، يعني كنت مبسوط فيها هيك حياة، فلما أجت الحرب دمرت كل شيء، دمرت أحلامي، دمرت مستقبلي. من وجه إعلاني تتهافت عليه الشركات والمحال التجارية إلى بائع بسبوسة، هذا ما آل إليه واقع الطفل محمد بكر بعد حرب 7 أكتوبر المستمرة بلا توقف. كنت أنا قبل الحرب أشتغل موديلز وأشغل وأتصور بالإعلانات، كانوا المحلات والمحلات التجارية والشرك كانوا يطلبوني من شان شخصيتي وحلاوتي إني ألبس وأتصور بيهم عشان يبعتهم على المحلات ويصير يطلبوني. أجت الحرب صرت أشتغل أبيع بسبوسة ألف الخيام، ببيع بسبوسة، بلف على الخيام من شان أبيع بسبوسة أقدر أساعد أمي وإخواتي. نجا هاتف محمد بكر أيضاً وحمله معه إلى خيمة قد يتبدل موقعها كلما اقتربت منها نيران القصف، لكنه يصر على مشاهدة نفسه أثناء عرض الأزياء مع أخيه الأصغر ليذكر نفسه دائماً بأن الأحلام لا تموت. هلا العلي، العربية،